هذه الإضاءة الرومانسية، وهذه إضاءة الفلة، وهذه لوحة التواصل الاجتماعي الإلكترونية بعد ما ركبتها تراها بكرتونها وجديدة. أقول لك المشكلة بزيت الجربوكس يا زلمة، غير جلودها قامود قردان. المشكلة في الكلاتشات. يا والله بالنشبة، إحنا ذا وين مقفل؟ خلني أدق عليه. ألو خنباقة، وينك في خنباقة؟ خبيص يا أخي، إحنا ما عندنا غير صوتك، ما نصطبحش عليه يا أخي. والله جالسين في البيت نستنى الكفيل يروح يقدد الرخصة يا أخي. البلدية قفلت المحل. والبلدية ما قفلت المحل إلا اليوم؟ طب اسمع خنباقة، عندي مشكلة بالسيارة وبيك تحلها الله يرضى عليك. يا أخي إيش أسوي لك أنا؟ تشتي أروح البلدية يعني؟ أنا ما هنيش معقب، خلها على الله بس. الله يعينك. طب اسمع خنباقة، لما أدق الراوس بالسيارة أسمع صوت طرنك طنك طنك طرنك طنك طنك طرنك طنك طنك. اسمع. يا أخي شايفني قني أنا بفتهم لها في التليفون؟ شلها للصناعية قني شلك يا أخي. وانا اقول ان الخنبيقة مهندس. نروح لمين الحين؟ فين موديني يا خبيص؟ هذي بعت لها، هذي انا احس انها ورشة من شكلها. لا وديني الصيانة، مو هنا. السلام عليكم. اهلا يا اخوي، لو سمحت الله يرضى عليك، لما عندي مشكله بالسياره، لما ارجع راوس اسمع صوت طرق طنق 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 طنق، يعني انا ماني عارف، ولما امسك الخط خلاص معروف هاي المشكله بزيت الجربوكس. هسه بخلي واحد من الصبيان يغير لك اياه. يلا عاد قام يتفلسف من غير ما يشيك على شيء. بيض الله وجهك يا شيخ. طيب تبيني اشغلها عشان تشيك عليها؟ قلت لك خلاص معروف. يا محمود تعال ظبط جربوكس الكامري هاي. يا لي ما راحت الطقطقة، شفت؟ يلا وديني صيانة بلدي، خلني أشوف معلم ثاني. والله ما أرجع إلا وأنا مزبطك يا حديدتي. يا الله شكلك ناوي تجيب أجلي في الورش. السلام عليكم يا مدير. عليكم السلام، كيف الحال يا صديق؟ الحمد لله. صديق عندي مشكلة بالسيارة، الحين لما نعشق بالقير أبرجع عليها وسا أسمع صوت طرنك طنك 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 طنك. رحت عند الميكانيكي اللي فور الشارع قال لي الجربوكس. لا جربوكس ولا حاجة، الصوت للآن طنك طنك طنك. إيش هذا يا شيخ؟ إيش هذا دنيا ما في أمانة. أنا هنا معروف، كل نفر هذا يجي مرة واحد، يجي واحد مرة بس مشكلة خلاص. أنا من يوم ما شفت وجهك استرحت حقيقة. الحديدة تستاهل إنك أنت تصلحها، لأنك أنت إنسان طيب. رجع السيارة ورا شوية كده، رجعها شوي. خلاص هذا مشكلة، هذا لازم غير جلود قامود كردان. أنا صلاً هذا نفس المشكلة هذا قبل ممكن 2 يوم كده. إيش عمود كردان؟ اللهم طولك يا روح. وبعدين مع ذولي طفروني، واحد يقول لي جربوكس والثاني يقول لي أرجع ورا، وبعدين يقول لي كردان. وشو كردانوك الحين؟ وش أسوي؟ أبى أجرب آخر واحد. آخ فينك يا المزيونة تشوفي حالي؟ السلام عليكم، وهذه كل قصتي. طيب إن شاء الله نقول إنها بسيطة، دحين نجربها ونشوف المشكلة. بيض الله وجهك يا شيخ، أنا من يوم ما شفت وجهك استرحت. الظاهر المشكلة في الكلتشات. تحب أركب لك جديد ولا ندور لك من التشاليح؟ لا ركب جديد أصلي. لا حول، وش ذا اللبشة؟ يا كلتشاتي، يا جربوكسي، الله يسامحك يا خبيص، قلت لك وديني على صيانة بلدي. وهذا كل اللي حصل معي يا بش مهندس، راح يومي وراحت فلوسي مع ذي الورش. طيب قبل تبدأ المشكلة وديت السيارة لأي ورشة؟ ها؟ إيه افتكرت، وديتها لجل يشدون للبريكات. فعلا يا أستاذ خبيز، طلعت المشكلة في وحدة الفرامل، الله يهديهم شدوا لك البريكات أكثر من اللازم، بس المهندسين عندنا ما قصروا، نظفوها ووزنوها وانحلت المشكلة.
الحمد لله، تصدق أنا من يوم ما شفت وجهك استرحت، وليتني جيتكم من أول بدل هذا الورش، وصدق لا قالوا مالها غير صيانة بلدها. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. هلا والله، وش رايكم بالفلة والمغامرات والحركات؟ ها يا خبيص رقيتنا الله يرقاك، مالك يا أخي؟ كن افهم، زر السنكرايب هنا والشير هنا واللايك هنا، وهنا الحلقة الماضية وهنا الحلقة الجاية، فهمت ولا كيف يا خبيص؟